والمزيد حول حصاد محصول الأرز، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والمرتبطة بالأمن الغذائي. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية. برحب بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية لو تحدثنا عن أهم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتأمين المحاصيل الاستراتيجية. طبعا أنا بحيي حضرتك على المقدمة السرية اللي حضرتك قلتيها والمعلومات الدقيقة جدا. حضرتك طبعا احنا معهد المحاصيل الحقليه هو فعلا عمود الفقري للزراعه المصريه. معهد المحاصيل الحقليه له ثلاث ادوار رئيسيه، تبدا باستنباط الاصناف الجديده زي ما حضرتك اشرتي، اصناف جديده من القمح والذره والارز، والحاجه الثانيه انه بينتج التقاوي اللي بتروح للمزارعين، التقاوي الاساس، والحاجه الثالثه نقل التكنولوجيا وتوعيه المزارعين بالتقنيات الحديثه. في المجال الاول بتاع استنباط الاصناف، احنا النهارده زي ما حضرتك اشرتي، يعني حضرتك قلت كل الكلام اللي ممكن اقوله، ان طبعا الارز عندنا النهارده اصناف الارز اصبحت قصيره العمر بعد من 160 ل 120 يوم دلوقتي و110 يوم احيانا، وانتاجيه عاليه، قصر عمرها ده بيوفر في كميات الميه ما يزيد عن 25%. اصبح الرز دلوقتي بتاعنا قابل ان هو يزرع بالبذار والتصدير بدل ما كان بيزرع قبل كده بالشتل. فعندنا النهارده حققنا المعادله الصعبه بين ان اوفر ميه واحصل محصول عالي. لو حضرتك ما اشرتي ان احنا النهارده انتاجيتنا بتعدى 4 طن للفدان وتوصل 4.5، وان احنا زمان كنا حوالي 2.4 طن للفدان، فده نجاح كبير جدا في استنباط الاصناف. المعلومه الثانيه المهمه ان احنا موفرين تقاوي اساس بتغطي مساحه المحافظات اللي بتزرع رز بالتقاوي المعتمده، وده طبعا نشاط كبير جدا لمعهد المحاصيل مع الجهات المنوطه باكسار الاصناف زي إدارة التقاوي وزي الشركات. ده يخلينا نسأل سؤال أهمية التكنولوجيا وطبعا البحث العلمي في زيادة الإنتاجية دكتور خالد، يعني بالتأكيد مواكبة العصر بتزيد من يعني فكرة زيادة المحصول وارتفاع جودته كمان. حضرتك طبعا واحنا بدون التكنولوجيا الحديثه وبدون البحث العلمي ما كناش وصلنا لاي حاجه اللي احنا فيه دلوقتي، وكنا بقينا طبعا خطوه للخلف. لكن دلوقتي احنا بنتكلم بفخر ان احنا النهارده الدوله الاولى على العالم في انتاجيه الرز، اعلى انتاجيه عندنا في مصر واعلى جوده على مستوى العالم نتيجه البحوث الزراعيه والنشاط الكبير للبحث العلمي في مصر، محطات البحوث اللي بتعمل على قدم وساق، ان احنا النهارده جبنا السلالات من بره واشتغلنا عليها وطلعنا اصناف جديده ممتازه عندنا بدل الصنف 5 و6 و7 كلها اصناف قصيره العمر. اصبح النهارده انا بحصد رز بقالي اسبوعين دلوقتي، فطبعا بيبقى الارض عندي فاضيه فوق طويل، الارض الفاضيه المسافه دي كلها بتوفر عليا في استهلاك الميه طبعا، وبتوفر لي ممكن ازرع عروه ثانيه من محصول اخر. فالنقطه اللي كانت مهمه جدا اللي طبعا كان معالي الوزير يعني كلفنا بيها، النشاط الارشادي المكثف عشان التكنولوجيا توصل للمزارع. من غير ما وصل للمزارع معلومات عن الصنف الجديد والتقنيات الحديثه اللي يقاوم بيها التغيرات المناخيه الشديده، النهارده لازم يكون عنده صنف جديد مرن مناخيا، يتحمل الحراره العاليه، يتحمل ملوحه التربه وغيره. فكل اصنافنا الحديثه مرنه مناخيا، تتحمل التغيرات المناخيه، محصولها عالي، قصيره العمر. فاحنا عاملين قوافل ارشاديه، مراكز ارشاديه طول الموسم بنشجع المزارعين، وده نتيجته انعكست دلوقتي واحنا بنحضر الحصاد. ما شاء الله الحصاد حضرنا اخر حقل في الشرقيه كان اكثر من 4.3 طن للفدان وغيره برضه من المحافظات. وده طبعا هيشدنا لحاجه ثانيه، محصول الذره الشامي اللي هو محصول استراتيجي يعتبر الثاني في مصر بعد القمح. طبعا احنا دلوقتي في الذره الشامي محصول اول في الاعلاف، محصول صيفي مهم ومساحته بتغطي معظم اراضي مصر في الموسم الصيفي. فاحنا برضو نفس الكلام، اصل عندنا هجن حديثه عاليه الانتاجيه، واحنا دلوقتي في موسم حصاد الذره كمان عندنا هجن زادت انتاجيتها اكثر من 100%، عندنا دلوقتي اكثر من 25 ارداب بالفدان دلوقتي. فالنهارده احنا عندنا تقدم في مجال المحاصيل الاستراتيجيه تماما، وطبعا الموسم الشتوي بيكون في عندنا القمح. طيب كل ده الحقيقه انه يعني لم يكن ليتحقق بدون بالتاكيد جهود الدوله المصريه في دعم يعني الفلاح المصري العامل الاساسي في هذا القطاع المهم. بالتاكيد الدوله المصريه عملت على زياده محفزات الفلاحين وايضا تدريب المفلاحين على استخدام التكنولوجيا الجديده. يعني كيف تدعم الدوله المصريه الفلاح وتحفيزه لزياده الانتاجيه في فدان الارز؟
اول حاجه طبعا ان هي الدوله بتمده بالاصناف الحديثه العالميه في انتاجيتها، متوفره عند كل المزارعين، بيختار الصنف اللي هو عاوزه دلوقتي، كلها اصناف ممتازه. الحاجه الثانيه بتمده بالمكان الحديثه موجوده متوفره تماما دلوقتي من الزراعه حتى الحصاد اللي بتوفر معاه في الفاقد في المحصول. الحاجه الثالثه ان هي بتحقق له ان النهارده اصبح المحصول بتاعه عمره قصير ووفر معاه في الميه. كان الرز طول عمره متهم ان هو مستهلك للميه ومكلف ومكلف للمزارع في عمليات الري. النهارده بوفر على المزارع اكتر من 25% من كميه المياه بتاعته، واحنا عاملين حملات قوميه في محافظات زراعه الارز طول الموسم، نماذج ارشاديه مزروعه نوري المزارعين الاصناف الجديده ومميزاتها، نعمل ندوات ارشاديه، نعمل قوافل، نوعي المزارعين بالامراض السائده ونقاومها ازاي، نديهم توعيه لو في حراره عاليه نقدر نتعامل معها ازاي من مواعيد الري والتسميد وغيره. فالدوله عامله نشاط كبير جدا، انعكس النهارده ان كل المزارعين اللي بيحصدوا دلوقتي ما شاء الله انتاجيتهم ضعف اللي كان بيحصل من 10 سنين مثلا. وده النهارده نجاح كبير وخدمه للوزاره، وطبعا مع الحقيبه الوزاريه الجديده التركيز اكتر على النشاط الارشادي، لان انا لما وصلت النهارده باصناف انتاجيتها عاليه خلاص عالميه، محتاج المزارعين بقى ان يبقى عندي الحق للمزارع يدي انتاجيه الصنف زي الحقول البحثيه. فمن هنا انطلقت قوافل الارشاديه، المراكز الارشاديه، الندوات اللي بتعمل من قبل الزراعه حتى الحصاد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقليه على وجودك معايا وكل ما تفضلت به.